عودة للخبر الوطني، يعتبر مشروع إدماج تغيرات المناخية في تفعيل مخطط المغرب الأخضر مشروعا طموحا رأى النور عام 2011، ولتقديم حصيلته تم بالرباط تنظيم ورشة عمل تناولت الإنجازات وكانت التدابير التي اتخذت لإنجاح هذا المشروع. زكية بالقص وسعيد جاسي. أزيد من 2500 فلاح استهدفوا مشروع إدماج التغير المناخي في تفعيل مخطط المغرب الأخضر. فلاحون اعتمدوا وسائل جديدة لتكييف زراعتهم مع التغيرات المناخية بتعديل تاريخ الزرع واستعمال البذور المختارة وجمع مياه الأمطار. ولمن التقنية ديال تجميع المياه في إطار مستنقعات مثلا، باش لأن السنوات الجاية دابا سنوات ديال الجفاف ولا كذا، القوة مثلا واحد التقنية القول ما موجود. تكوين الفلاحين من بين أهداف هذا المشروع الذي حظي بدعم من البنك الدولي والذي أنجز بخمس جهات، مشروع أعطى نتائج مثمرة. برنامج تحويل الزراعات الخريفية أي الحبوب في المناطق غير ملائمة إلى أشجار مثمرة، بالخصوص الزيتون اللي هو مهم جدا في هذا المشروع هذا، واللي كان فيه تحويل مهم جدا واللي اعطى نتائج مهمه. الافق هو التعميم ديال هذه المكونات، لان خدمنا واحد 10 المكونات وبالتالي كنشتغلوا مع المعهد باش نعمموها في اطار مخطط المغرب الاخضر. والافق ايضا انه في جميع مشاريع الدعم الثانيه كناخذوا العنصر ديال المناخ والتغير المناخي كعنصر اساسي. 1400 هكتار من المساحة المزروعة خضعت في إطار هذا المشروع لتدابير التكيف مع التغير المناخي باستعمال السقي التكميلي، كما عرفت مساحات أخرى إدخال تقنيات زراعية متطورة.